أهلا بكم من جديد. سيمور جلال فنان عراقي وصل إلى نصف النهائي في برنامج The Voice الذي يعرض على MBC وكان ضمن فريق الفنان التونسي صابر الرباعي كما ذكرت في مسابقة صوت العرب The Voice في موسمها الثاني. تألق بصوته الذي قدم خلال مشواره في البرنامج معظم الألوان الغنائية بلهجاتها المختلفة. وللحديث أكثر معه ينضم إلينا في الاستوديو الفنان سيمور جلال. صباح الخير يا سيمور. صباح الخير. منور معنا. خلينا نبتدي من أحدث أعمالك اللي هو أغنية قرري، إذا تحكي لنا أكثر عنها وكيف جاء هذا التعاون مع كمان عبد اللطيف آل الشيخ. طبعا بداية تحياتي لكل المشاهدين. أغنية قرري هي نقلة نوعية في حياتي أكيد. بدأت الموضوع من خلال برنامج The Voice، غنيت أغنية اختلفنا لفنان العرب محمد عبدو، فبالصدفة شاف الحلقة الشاعر الكبير عبد اللطيف آل الشيخ فانعجب بصوتي، حب الغناء اللي قدمته بأغنية اختلفنا، فمباشرة بعدها كتب على التويتر أنه أنا راح أعطي أغنية لسيمور في حال فوزة أو عدم فوزة. فالحمد لله يعني كانت نقلة نوعية، فبعد ما كتب هالشي خلص البرنامج وصارت الترتيبات يعني بيني وبينه وسوينا الأغنية كل شيء تمام وصورتها بتركيا، وطبعا الأغنية هي من كلمات طبعا الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ والحان زيد الجيلاني وتوزيع الموزع الكبير وليد فايد. احنا عندنا يمكن اخراج علاء الانصار، عندنا الكليب يعني كمان ممكن نشوف يمكن جزء منه. يلا شوفوا. تكوني قرري او لا تكوني، اخيرا فرصتك هذه الاخيره. سيمور كنت تكلمنا تحت الهواء يعني كمان عن موقف مضحك صار لك أثناء تصوير الفيديو كليب اللي شاهدناه قبل شوي في تركيا، ريت تحكي لنا إيش صار معك. اللي صار كنا نصور بشارع تقسيم بتركيا، فالناس يجون كثير عرب يعني موجودين هناك جالية العربية فيصورون معي، فواحدة من البنات اللي جو يصورون معي فقل لي إيزيل، قلت لها يس بالانجليزي. طبعا يعني الممثل التركي الممثل التركي وانت مشيت معاها في الم... فقلت لها اي نعم. هي راسا اجت اخذ الصوره. طيب يمكن نشوف لك مسلسل تركي قريبا. طب ان شاء الله. يلا انا راح اهديك المايك، احنا سمعنا الاغنيه يمكن في الفيديو كليب، حابين نسمعها منك مباشره. اكيد اكيد طبعا. انا اهداء للشاعر الكبير عبد اللطيف آل الشيخ. تكوني قرري أو لا تكوني، أخيرة فرصتك هذه الأخيرة. تكوني قرري أو لا تكوني، أخيرة فرصتك هذه الأخيرة. ولا تقولي نهون هو تهوني، ولا تطول وهي أصلا قصيرة. ولا تقولي نهون هو تهوني، ولا تطول وهي أصلا قصيرة. سكوني لا أغرك في سكوني،
ترى وقت الغضب تعمل بصيرة، أنا مقوى على خيبة ظنوني وهقوتي ترى دايم كبيرة، أنا مقوى على خيبة ظنوني وهقوتي ترى دايم كبيرة. عافية، يعطيك العافية. طيب يعني أنت دحين كمان بدأت بطريقة اللي هو كثير ناس بادئين فيه كمان، اللي هو طريق إنه إنتاج السينجلز، هل هذا يعني هي خطة بس عشان تنزلوا أغنية وتشوفوا كيف الوضع، أم إنه هي فعلا مشكلة إنتاجية وأنتوا ما عندكم الإمكانيات إنكم تنتجوا ألبوم كامل؟ بالوقت الحالي أكيد يعني الموديل اللي ماشي هسه بالأغاني، إنه الألبوم كان قبل يستعملون قضية الألبوم كثيرة، إنه صحيح. تسوي ألبوم أي. وتنزل أغاني كثيرة بنفس بسنة واحدة، بينما هسه السينجل ماشي أكثر شيء. يعني حتى يكون مطربين فنانين كبار يعني قاعد يسوون إنه بس سينجل أغاني سينجل، لأنه شايف إنه قضية الألبوم جاي تتسرب على الإنترنت وما بيها قضية مثلا صحيح. للشركات اللي ما بيها ربح أصلا يعني، ف يحاولون انه ينتجون الى السنجل اكثر، ما فيه اي خساره يعني. احنا في عصر السرعه يعني، من البوم سنجل بعد 5 سنين ربع اغنيه، مطلع اغنيه وبعدها طبعا السنجل يوصل اكثر للمشاهدين. اي اللهجات اللي تفضل تغني فيها؟ والله كلها صراحه، بس افضل دائما يعني العراقي والخليجي والمصري. حلو. والتركي. طب التركي كمان؟ تعرف تركي؟ تعرف تركي أصلاً ولا ناوي تتعلم؟ أنا ما أعرف تركي بس في بعض الأغاني أفهم شنو يعني. طيب تبى تسمعنا تركي ولا تبى تسمعنا عراقي ولا إيش تبى تسمعنا؟ أسمع لكم عراقي. يلا أنا. عندنا أغنية الفنان الكبير سعد بن جابر. الله. عيني عيني. الله. وتنطرتها تجوها عالبعد خليك ولن تفرح وابتسم، ولن تفرح وابتسم ولن تدمع وابكي، ولن تحبيب حبيب، ولن تحبيب ونحب، ولن تعد عادي، وعيني عيني 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 لتعاشر البذات والمال تالي لتعاشر البذات والمال تالي مثل اليلم بالماي رتشف خالي لك عيني. عليك طبعا هاي من الاغاني العزيزه على قلبي. ايه سيمور سريعا في كلمه واحده، عندك حفله في راس السنه؟ اكيد عندي حفله في فندق الهيلتون كورنيش ابو ظبي. شكرا، وان شاء الله راح تكون حفله جميله. شكرا. اكيد واحنا نتمنى لك كل عام وانت بالف خير، واكيد ان شاء الله حفله ناجحه. الفنان سيمور جلال اطربنا في صباح العربيه شكراً اليوم. جزيلا شكرا على هذه الاستضافه الجميله. شكراً. وشكرا لكل متابعينا. شكرا انك صحيت بدري. شكرا.